ايه هي قصة اصحاب السبت؟ دول قوم بني اسرائيل كانوا ربنا امرهم ان هم ما بيصطادوش في يوم السبت اي شيء، فكانوا بيروحوا يعصوا عشان يقولوا ان هم نفذوا تعليمات ربنا وامر ربنا فيما معنى الكلام، يعني عشان القران ما ينفعش نقول في معناه. كانوا يوم الخميس او مثلا بما معناه ان قبلها بفتره بيروحوا يصطادوا يحطوا الحاجه دي يربطوها في الحجر، ويروحوا يوم تاني بعد يوم السبت يصطادوا الحاجه كانهم نفذوا تعليمات ربنا مع انهم اصطادوا غلط وكده، يعني كانهم هم عصوا ربنا بس بيضحكوا على ربنا بمعنى اصح يعني. وبعدين ربنا سخطهم لقردة وخنازير. كانوا بني اسرائيل ان ربنا سبحانه وتعالى امرهم ان هم ما يصطادوش يوم السبت، وهم تحايلوا على الموقف وكده واصطادوا فيه، وان ربنا سخطهم قرود يعني. دول قوم ربنا غضب عليهم وقلبهم خنازير وقردة بسبب كفرهم وطغيانهم. اصحاب السبت ومقام من بني اسرائيل خصهم الله بان هو امرهم ان هم ما يصطادوش يوم السبت، ولكن هم تحايلوا على الله سبحانه وتعالى فرموا الشبك بتاعهم يوم الخميس وراحوا يوم الاحد عشان ياخدوا الصيد بتاعهم، فسبحان ربنا عاقبهم ان كان عقاب انهم اسخطهم قرود، والله اعلى واعلم. اصحاب السبت انهم عصوا ربنا فاسخطهم خلاهم قرود، وكانوا بيرموا شبكهم يوم الاحد ويوم سبتهم لا تأتيهم حيتانهم. هم عصوا ربنا واصطادوا يوم السبت فربنا سبحانه وتعالى سخطهم قرود.